السلام عليكم متابعي قناة محسن الآمال المتنوعة، كديرين؟ لاباس عليكم؟ إن شاء الله تكونوا على خير وبخير. بالنسبة لفيديو إن شاء الله كيف ما كتشوف قدامكم، هو هاد الرشمة هادي في الراندة، رباطي في الراندة من الصدوق ديال واحد السيدة من العائلة، هي اللي خدمات الراندة صراحة، خدمة الخيط على جوج. بغيت يعني بغيتني نزوق عليها بالرباطي، نزوق عليها بالكلونة واللون الترابي ديال الارض. غادي نوريكم الطريقه كيفاش كنرشمو، كيفاش كناخذ هاد الرشمه هادي. كنجي كنعبر شحال عندي هنا في الرانده، هادي مساله مهمه، كنعبر العرض ديال الرانده كنحطو في الورقه، ومن بعد كناخذ انايا كنطيج رشمه في واحد الجلابه كندرتها شحال هادي في الموف، راه كانت في البروفيل ديال القناه في الاول وحيدتها، هي هادي. كتاخذوا غير هاد مثلا، حيت انا ديجا رسمه قلت بلا ما نرشم عاوتاني، كتاخذوا هاد الوريضات كتقادوهم وكتديروا الوريقات. انا خديت هاد البارتي هادي هي اللي درت هنايا، ومن بعد درت الوراق على حساب الرشمه اللي مصيفطه ليا السيده. صافي، من بعد كتاخذوا العبار اللي عندكم ديال الرنده كتنيو الورقه بحال هكا، غير باش كتعلم ليكم، باش مني كنحطوا على الرنده كنحسو بهذا، يعني كيتبان لينا كنحطو في هذا هو العرض ديال الرنده اللي عندي 5 سنتيم. هذه راه فيها تقريبا 30 غرزه، واختها رقيقه شويه ولكن حيت جات الخيط على جوج. صافي، كنجي كنحط دوك الوريضات فين بغيتهم انا. انا دابا مشيت على حساب الرشمه خارجه شويه من بعد هنا ورشمتها، كنحطها هكا فوق بحاجه مقاده يعني طابله، وكنجي كنقادد هاد الاطراف ديال الى لاحظتوها هنا، الاطراف ديال الرنده اللي مع الرشمه. صافي، كندير بابي كربون وكرشم، باش ما نطولش عليكم بزاف. المهم هذه الطريقه اللي كرشم بها انا. دابا غادي ندوزو الخدمه، نوريكم الطريقه كيفاش تخدموا الرنده رباطي في الرنده ان شاء الله. من بعد كاين واحد الفيديو ديال واحد الرشمه هي اللي شدتني هذه الفتره باش ما نديرش لي فيديو، خصني نكملها الخياط. ها هي مازال لي هنايا عماره في شكل اخر، ومازال يعني هذه فيها 30 غرزه هذه الخدمه هذه. ان شاء الله من بعد نديرها معكم غير في فيديو صغير، الطريقه ديال هاد بحال هكا. المهم درت لها هاد يعني هاد البريد هذا بالعقيق، ومازال لي هنا غندير هذه كلها بالبريد والعقيق، وهنا غنعاود نفسها وهنا غنعاود نفس الاخرى. المهم ان شاء الله الفيديو ديال الفيديوهات اللي جايين غيكونوا عندهم علاقه بهاد الخدمه هذه، وموراها غندير الخلاله بالنبات. طلبتها مني واحد السيده فاش نزلت الخلاله بالبوان دو كروا، قالت لي ديري ليا الخلاله بالتنبات، ان شاء الله غدا ننزلها. المهم باش ما نطورش عليكم، مني تنرشمو انا هنا الرنده ما تنبغيش نخدم، نخدمها في الرباطي ديال الرنده، كنبغيش نخدمو بالمرمى بالقراحتي فيها هكا احسن عادي في المخده. المهم غادي نبداو، كنجي باقي انا هاد العريشات غنديرهم في لون الارض. دابا انا الورده غنخدمها، كنجي كناخذ هنا دائما كتبعوا لاطراس ديال السيلو، كتحاولوا تجي كما داك الضربات باش تبعوا لاطراس ديال السيلو. كنجي انا لهنا، نجي هنا ولهنا يعني في كاين السيلو. صراحه يعني انا غتجيني ساهله ليا في الخدمه، لانه الخدمه على جوج كتساعد في الطرز، ماشي بحال الخيط على ثلاثه. كنديرو بحال هكا، من بعد نرجع لنفس النقطه اللي بديت منها ونجي لهنا كنطلع هنا باش على حساب الرانده وعلى حساب هنا باش ما يجينيش داكشي من بعد. كنحاول هنا الخيط على أربعة ديال الزواق، والبياسه تحاولوا كان شويه مهم هكا خصكم تصلحوها بالنسبه للرباطي وحتى البريد، تصلحوا البياسه باش تساعدكم في ملي تخدموها تبقى عندكم، يعني ماشي ديك الساعات ملي تمشي للبريسه بحال هي حطها عليها. المهم افضل ملي تخدموها تصلحوها عاده فاش تزوقوها. دابا شنو كندير؟ كنحاول نمشي في هذا الخط هذا، ومره كنضرب هنا في الدائره اللي عندي، ومره كنحاول كنجي النص بحال هكا باش كنحصل على خدمه متقونه وعامره، لانه في الرنده
صراحة يعني رباطي مع الراندة راه صعيب، بالأخص لكان بالخيط على ثلاثة، مخدوم الراندة بالخيط على ثلاثة كتجي صعبة جدا. مازال دابا مع الخيط على جوج صراحة شوية كيكون الضربات قراب من بعضهم، يعني ما غاديش نلقى واحد الصعوبة كبيرة في الخدمة. المهم انتما كتشوفوا كنحاول مرة نضرب هنا مرة نضرب في الحرير، برمو غير فتلة واحدة من الجهة وجمعوا بجوج فتلات باش كيساعدكم في الخدمة تجي عامرة، بس برموش تاني وتقصحوا وتجروه. كتوليو تمشيو عندكم ميزانكم في الضربات، بحال هكا. دابا نمشي لهنا لهاد لافاص هادي تنحطو، حاولوا تمشيو على حسب دوك الضربات اللي عندكم على الخط اللي عندكم. دابا نضرب في الثوب عادي لاني عندي الرشمه خارجه، نحيد هذا الخيط اللي كمل ليا. ملي كيكمل لكم الخيط صافي كتثبطوا غير هنايا وسط هذا الشيء، كتعقدوا باش ما يتحلش. هاد الاسبوع هذا نحاول ندير معكم الرباط ان شاء الله. دائما مره كنضربو في الوسط ماشي يعني فوق شويه من التحت، انا مثلا انا هنا جاتني شويه هذه بعيده، نجي هنا بحال هكا نجي للوسط هنا لتحت نضرب باش كتجيني عامره، تجيني الخدمه ديالي متقونه. دابا نجي هنا عاوتاني
التحت انا غادي نعمرها بالحبيبات في الوسط، ماشي لتحت عفوا، في الوسط ديال الخدمه نعمرها بالحبيبات. غنكمل هاد الورده هادي في التعمار ونوريكم كيفاش غادي نخدموا الاوراق. كيف ما كتشوفوا من بعد ما كملتها ها هي، دابا ندوز الوريقات. نجي لهنا من غير الغصن، هنايا غندير العقده الفرنسيه. نجي لهنا نمشي للقنت اللي عندي فيها ستيلو، ماشي ستيلو عفوا، بابي كاربون، كنجي هكا معاها في جناب، كنحاول ناخذ خط في الوسط اللي يمشي عليه. انا عندي هذا الخط، هذا نحاول نمشي عليه. هو راه صعب باش غيجيو مقادين كيف ما في الثوب، ولكن كنحاولوا باش نخرجوا وريقه كيف ما بغينا. هكا انا غنخلي لكم رشمه في المنتدى، في ستوري، حتى في الانستغرام غتلقاو الرابط ديالو في صندوق الوصف. هانا كيف ما شفتو كنحاول نحصل على وريقه. دابا ندير معكم الغصن صافي باش ما نطولش عليكم في فيديو اكثر. نجي لهنا الغصن ندير هكا، حيت دابا مشيت بالعكس، المهم بحال هكا صافي دابا مزيان سي بيان. كنمشي في نفس الخط ديال السيلو، كنجي نص كل خط. دابا هي من هنا غنجي لهنا، نمشي واحد المسافه ونطلع في هذا الوسط هذا، نخرج هادو كلهم دور طرقت ليهم من قبل. كاين اللي كيدير غرزه ثلاثيه. لا صافي دابا حصلت على هذا الغصن هذا، ونفس الطريقه اللي غندير لهاد الورقه هذه. كنحاول نجي هنا في الوسط، رشمه ان شاء الله. يعني كيف قلت لكم الصوره الحقيقيه اللي في البروف كاين نفس الموديل نفس اللونيه اختارت، غنديرهم لكم بجوج، حطهم لكم بجوج. هلا كيف ما شفتوا هذا هو فيديو كنتمنى من الله يعجبكم، وما تبخلوش عليه بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد، وشكرا على المتابعه.